حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون مساكم الله بالخير. يا الله يمسيك بالنور. هانتكم الرحم ومبروك الخيرات والربيع. يا هلا هناك وخير مشترك والله يحييك. الله يسلمك ويطول بعمرك. ما دامكم من اهل الديره بنسالكم عن السنه هذه. تفضل. مر عليكم مثل هالسنه؟ ما مر علينا من ربيع ومن مطر. ما مر علينا زي الربيع هذا 1444 هذا ربيع التاريخ. 44 تسجل للتاريخ. نعم سجل للتاريخ وهذا. وش تقول يا عم بالسنه هذه؟ اقول خير من الله. والله يزيدنا يزيدنا. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. مر عليكم مثل هالسنة؟ ما قيل. كان سنين زلت قديم ما لحقناها وما من يوم لهمنا فما يحتاج. المرعى هذا خير من الله والأمطار متواصلة يا ربي لك الحمد. اللهم لك الحمد. نشكر الله. ايش تقول في السنة هذه؟ السنة هاي سنة التاريخ. سنة للتاريخ؟ سنة للتاريخ. ما قيل جانا إلا زي ما تفضل بتركي عام 1417. بس مو زي السنة هذه، السنة هذه ما شاء الله تبارك الله المطر الحمد لله متردد علينا والأرزاق زي ما شفت ونعمة من على الديرة كلها. اللهم لك الحمد. هذه كلها. وأنت عم ايش تقول في السنة هذه؟ أقول سنة خير ولا قطة جاء زيها. أبد. مرة. سنة للتاريخ. يقول أيام ما لحقناها. يعني نقول سنة 1444 للتاريخ. صحيح. ما شاء الله تبارك. ما مر عليكم بعمركم مرة أبد مثل هالسنة. ما قيد مر علينا مرة. ما شاء الله الله يزيدكم ان شاء الله من فضله الله ان شاء الله يكررها علينا وعلى المسلمين اجمعين اللهم امين وان شاء الله السنه الجايه مثلها واطيه باذن الله ان شاء الله والله يعطيكم العافيه بيض ويجيكم مقدمين على وناسة البر وزيارتنا ولك مجهود يا فايز طال عمرك وانت معروف ولك نقله حيه عن الله يسعدكم والله يبيض ويجيكم ويجي ربعك ويكثر من امثالك الله يبيض ويجيكم ويعطيكم العافيه كلنا في محلنا ما شاء الله تبارك الرحمن الله يهنيكم ان شاء الله الله يجزاك اللهم امين ويجزيك بالخير